النهارده جامعه عين شمس هتشهد السبت القادم عفوا تخريج دفعه جديده من برنامج سفراء المناخ، والمره دي دفعه بتضم 5000 شاب افريقي هيكونوا قيادات وسفراء في دولهم لمعالجه التغيرات المناخيه. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن البرنامج ودور الشباب في الحفاظ على البيئه، وخاصه مع استعدادات مصر لاستضافه مؤتمر المناخ كوب 27 من خلال الدكتوره نهى دنيا عميد كليه الدراسات العليا والبحوث البيئيه بجامعه عين شمس. صباح الخير يا دكتور. يعني دكتور في البداية عاوزين نتكلم عن الدورة الجديدة ومشاركة الشباب الإفريقي فيها تحديدا، ودورهم بقى في دعم قضايا تغير المناخ. احنا الحمد لله في الكلية دربنا يمكن 5000 شاب مصري يبقوا تأهيل لسفراء المناخ، المفروض احنا بنزيد ثقافة الشعب الخاصة بتغير المناخي والتأثيرات المختلفة. لازم نتواكب مع وجود مؤتمر كوب 27 التي تعقد في القاهرة ان شاء الله نوفمبر الجاي شرم الشيخ، فالمفروض ان احنا نغير الثقافة. يعني احنا كان فكرنا في الكلية ان احنا ازاي نغير ثقافة الشعب يبقى هو متواكب مع كل الأحداث اللي بتحدث في مصر، مع كمان التغيرات الموجودة يعني هو يتفهمها ويبقى واعي بيها كمان. احنا فكرنا كمان ان مصر بتمثل الكرسي الافريقي في الكوب 27 وتمثل الصوت الافريقي، وبالتالي لازم كمصر ام الدنيا طبعا لازم ان احنا نبقى كمان نغير الوعي ونزوده في الدول الافريقيه الخاصه بالتغير المناخي. فخطبنا الاتحاد الافريقي للجامعات وعملنا شراكه معاه ومع المركز الثقافي البريطاني وممثل عن كوب، وعملنا دوره متميزه جدا للطلاب الافارقه. كل جامعه افريقيه رشحت 10 طلاب من الجامعه اشتركوا معانا من جميع الدول الافريقيه الحمد لله. يعني عندنا حوالي من نيجيريا، من حوالي 115 طالب من نيجيريا، 25 من السودان، 13 من اثيوبيا، 23 من كينيا، 18 من زامبيا، 17 من غانا. معظم الدول الافريقيه ممثله معانا في الدوره دي. ده احنا بنديهم دوره مكثفه جدا ازاي ايه اسباب التغير المناخي، ايه اثاره المختلفه على القاره الافريقيه. ان شاء الله التخرج بتاعهم هيعملوا مشروع تخرج بالتاثيرات المختلفه على دولهم، بحيث ان احنا نبقى في الكوب فاهمين وعارفين احتياجات القاره الافريقيه. طيب دكتور نهى، بعد التحيه معلش خلينا نعرف من حضرتك يعني تفاصيل اكتر عن يعني البرنامج التعليمي لسفراء المناخ الافريقي، خاصه حضرتك قلتي انه في يعني شباب من مختلف الدول الافريقيه، فأكيد طرق بتختلف حتى اللغة بتختلف أكتر من لغة للدراسة، فلو حضرتك تقول لنا بعض التفاصيل. هو طبعا مختلف عن الخاص بالمصريين، اللغه الانجليزيه طبعا هي اللغه اللي احنا بندرس بيها. في دوره ثانيه بتتعمل باللغه الفرنسيه ان شاء الله للدول المنطقه الفرنسيه اللي موجوده في افريقيا. كان خبراء متميزين جدا، حاولنا ان احنا نتشارك كمان ويبقى كل الابلكيشن او كل دراسات الحاله على افريقيا، نوريهم المشاكل الخاصه بيهم اللي بيعاني منها من خاصه التغير المناخي. فكانت بصراحه وكان هم يعني متجاوبين جدا معانا وعندهم شغف للعلم، وفعلا مصر هم حاسين ان مصر هي الدوله اللي بتمثلهم وهي فعلا يعني ام القارات، يعني ام الدول وام الاوطان يعني بصراحه. نعم. طب دكتور نهى، يعني عاوزين نعرف بقى الشروط والمعايير اللي حضراتكم يعني بتتخذوا بيها علشان تضموا الشباب لهذه الدوره، وكم شاب تقدم حتى الان؟ حاليا احنا قسمناها على اكثر من دوره، يعني كل دوره 500 شاب لغايه ما نوصل، هنعمل 10 دورات لغايه كوب 27 لغايه ما نوصل ل 5000 شاب اللي احنا نوصلهم. يعني طبعا بنعمل انترفيو للشباب كلهم تقريبا حاملين درجات ماجستير مثلا او دكتوراه، ممكن يكونوا بيشتغلوا في اماكن متميزه جدا في افريقيا. عملنا انترفيو ليهم على مدار يومين، وطبعا هي الدوره اونلاين عشان نقدر ان احنا ناخد كل الدول من كل افريقيا، وفي نفس الوقت وفي نفس التوقيت. دي تجربه كانت متميزه جدا ان كله داخل معانا وكله بيتشارك الاراء ويتبادل كل المعلومات بين القارات بين الدول المختلفه في افريقيا. يعني هي بصراحه كانت متميزه وتجربه نادره يعني، فهم كلهم عملنا انترفيو ناس متميزه جدا جدا معانا. يعني اونلاين كمان بيفيد ان انتوا تاخدوا اكبر عدد من الشباب وفي نفس الوقت تتبعوا الاجراءات الاحترازيه عشان فيروس كورونا. بالظبط بالظبط، وعايزين يستفيدوا من تجربه مصر وايه عملت ايه في التغير المناخي طبعا عشان اجنده افريقيا اللي هي 2063. نقدر نشرح لهم احنا عملنا ايه في اجنده مصر 2030 وايه اللي بنعمل ايه عشان نتواكب ونعمل تكيف او تخفيف من اثار التغير المناخي في مصر. يعني هي طريقه للتعاون مع افريقيا، ودور مصر دايما القيادي في مع القاره الافريقيه.
طيب دكتور نهى، بعد ما بيتخرج الطلاب دول وزي حضرتك قلتي بيبقى في مشروع تخرج ايضا، ايه اللي بيحصل بعد كده؟ ازاي بيكون ليهم دور في هذا الملف تحديدا، لان هو ملف مهم جدا خاصه في ظل ان احنا بننظم طبعا مؤتمر المناخ العالمي كاب 27 خلاص خلال كام شهر، ايه اللي بيعملوه بعد ما يخلصوا دراسه؟ هو اتحاد الجامعات الافريقيه عنده تارجت وعنده هدف ان هو عايز كل جامعه كل الطلاب اللي داخلين اي جامعه في افريقيا يكون عندهم فكره عن التغير المناخي وعن اثاره، وبالتالي هو ده احنا بنديهم وتير المدربين الاصليين العشره، هم بقى هيشتغلوا داخل الجامعه الخاصه في دولهم ويدربوا الشباب داخل الجامعه دي. طبعا احنا بنشتغل على الشباب، هم جيل المستقبل، هم يعني هم املنا في المستقبل باذن الله. فهم ده الهدف بتاع الاتحاد الافريقي، ان احنا كل شاب داخل جامعه في افريقيا يكون فاهم يعني ايه تغير مناخي، يعني ايه كوب 27، ايه الاثار بتاعته في دولته. فهم العشره دول هيبقوا سفارنا داخل كل جامعه افريقيه. نعم. دكتور حضرتك يعني تحدثت عن كوب 27، وهو يعني على بعد اشهر قليله، بنتكلم في شهر نوفمبر هيتم انعقاده في شرم الشيخ تحديدا، ومصر حريصه على ان التوصيات اللي تخرج من هذا المؤتمر تكون ملزمه يعني لكل الدول المشاركه في كل دول العالم تحديدا. يعني ازاي اقدر ان انا اعزز من دور الشباب دول من خلال يعني فعاليه كبيره او مؤتمر كبير زي مؤتمر تغير المناخ في نوفمبر القادم؟ ان شاء الله احنا بنامل يكون لنا يعني سيشن على جانب على هامش المؤتمر نعرض فيه التجربه بتاعه صفراء المناخ. احنا بنشتغل على الشعب المصري وعلى ثقافه الشعب، كل سفير مناخ طالع مننا من الدوره بتاعتنا او متخرج منها هيدرب هو حوالي 200 طالب برضه في الجامعات المصريه. يعني متوالي عددي. بالظبط بالظبط، عشان نوصل لاكبر عدد لازم حدث زي كده في مصر يحدث، لازم كل شاب وكل مواطن في مصر يبقى متعايش مع الدوله ويساعدها، خصوصا في خلال يعني الجمهوريه الجديده والتغيرات الجميله اللي احنا شايفينها في مصر. لازم يكون الشعب كمان له دور ويساند، يبقى هو له بصمه. احنا بنعلمهم ازاي يحتوي البصمه الكربونيه، يعني انا مساهمه كفرد قد ايه في البصمه الكربونيه في الدوله بتاعتي. وفي نفس الوقت احنا بنساعد برضو يعني في الكليه عندنا مبادرات اخرى خاصه بالمصانع مع اتحاد الصناعات، اللي احنا هنأهل المصانع دي بحيث تبقى هي صديقه للبيئه وتقلل البصمه الكربونيه بتاعتها. كل المؤسسات معانا. معلش هنا عاوزين يا دكتور نوضح البصمه الكربونيه للمشاهد. البصمه الكربونيه هو قد ايه هو بينبعث غازات كربونيه من خلال ممارسات المختلفه اليوميه للفرد. يعني هو بيركب مواصلات قد ايه، بياخد بيستهلك ميه قد ايه، بيستهلك كهرباء قد ايه، طاقه، بياكل قد ايه، برضه كل الحاجات دي بيطلع منه مخلفات قد ايه، بنحسبها عندنا بمعادلات، وكل فرد بيحاول يقلل البصمه الكربونيه بتاعته. هي اصلا البصمه الكربونيه للدوله ناتجه من ايه؟ من افراد ومؤسسات وشركات، وبالتالي احنا بنساعد كل الجهات ووزارات وهيئات ومؤسسات. فاحنا عندنا مبادره كبيره في جامعه عين شمس من خلال الكليه طبعا ومسانده رئيس الجامعه الدكتور محمود الميتيني، متحمس جدا للمبادره، واحنا بنحاول نساعد كل الهيئات والمؤسسات. المطارات تبقى مطار اخضر، السائح جاي بشرم الشيخ عايز يشوف مدينه خضراء كامله، يعني فهي لازم احنا نبقى نساعدهم ازاي يتاهلوا، سواء كان من خلال الوعي او كمان من خلال الدراسه الفنيه، ازاي يتحول الفندق يبقى فندق بيئي، ازاي يتحول المطار يبقى مطار بيئي او مطار اخضر، ازاي نفس السكان اللي هم في البازارات والسكان اللي عايشين في المنطقه يبقوا فاهمين يعني ايه تغير مناخي، يعني ايه موضوع التاثيرات المختلفه ليها، المؤتمر الموجود هيتعمل ازاي. ده احنا بنحاول احنا كدورنا اكاديمي، ده دور الكليه اكاديمي في المجتمع، بنحاول ونساعد الدوله في الفترة القادمة بإذن الله. طيب دكتور نهى، حضرتك قلتي إنه بيكون في انترفيو أو بيكون في مقابلة للطلاب اللي بيتم ترشيحهم إن هم يشاركوا في هذه المبادرة. عايز أعرف من حضرتك معايير الاختيار، ولو حد دلوقتي بيسمعنا وحابب إنه يشارك في هذه المبادرة ايه اللي ممكن يحصل؟ ممكن يعمل هو ايه؟ هو بالظبط احنا بنعمل انترفيو سواء للمصريين او طبعا عملنا للافارقه. هو يعني بيفضل يكون درجه جامعيه طبعا متقدمه، ماجستير مثلا على الاقل، او طبعا في ممكن بكالوريوس يكون عنده برضه قدره على يكون ملهم، يكون مؤثر، يكون عنده رغبه داخليا يبقى له دور توعوي، لان هم كل دول هيبقى هم سفرائنا في الدوله كلها، وبالتالي لازم يكون عنده الاستعداد الداخلي ان هو يقدر ان هو يعلم ويوعي، وعنده الثقافه، بنساله حاجات كتير عن الثقافه اللي موجوده سواء من خلال البيئه، اهتمامه بالبيئه، يعني في اسئله كتير احنا بنديها للمتقدم في الانترفيو، بالاضافه الى 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 وعي بتاعه. مثلا ممكن يكون شغال في جامعات اهليه بتساعد المجتمع، ممكن يكون مكانه في الوزارات بيهتم في ادارات البيئه في الوزارات المختلفه، يعني له دور في السلامه والصحه المهنيه، له دور. فاحنا في كرايتيريا كتير، معايير كتير احنا بنختار باساسها المتقدمين، لان العدد كبير جدا من المتقدم، يعني دي فعلا حاجه كويسه جدا. ده شيء مبشر انه اصلا في عدد كبير، ده شيء مبشر جدا.
لا عدد كبير، سواء كمان من افريقيا. احنا عندنا دوره جاهزه ثانيه 300 فرد برضه موجودين او لغايه دلوقتي تقدموا للدوره الجديده بتاعت افريقيا في شهر مارس، واحنا طبعا بنوقف على ال 500 عشان الاونلاين وعشان حاجات كتير والتعليم الجيد. فاحنا يعني لغايه دلوقتي في 300 تقدموا تانيين، ولسه كل وقت بيكلموني يعني ان هم عايزين يتقدموا، واحنا بنعمل لهم انترفيو وبنلاقي احسن العناصر يعني. طبعا يا دكتور احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر. دكتوره نهى دنيا عميد كليه الدراسات العليا والبحوث البيئيه بجامعه عين شمس، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.